إذن لقاء آخر ومتجدد في تاريخ لقاءات البرازيل وإيطاليا في مشوار الفريقين، والبرازيل راح تسعى للفوز وإيطاليا راح تسعى للفوز، والفريقين معا راح يسعون لتعديل النتيجة اللي ودونجا يتقدم أيضا يرسلها هنا جهة ليوناردو، وليوناردو بشكل حلو جدا تخلص من بانوشي وخطرة وعالية عالية على مرمى المنتخب مع كريستيان فيري، يشترك مع أيضا ألداير، كرة عالية من كريستيان فيري خطرة جول، هدف المنتخب الإيطالي الأول عن طريق إليسو في المجهود الحلو جدا هنا عن طريق كريستيان فيري، وشوف النهاية الحلوة أيضا عن طريق إليساندرو ديل بيرو، هدف حلو لمنتخب إيطاليا مع بداية هذه المباراة. هذه كرة عالية من كريستيان فيري، وشوف النهاية منتخب إيطاليا والهدف ملعوب ومصنوع، وهذه كرة من ألبرتيني جهة كريستيان فيري اللي صنع هدف المنتخب الإيطالي، وفيري حاول وكرة للأمام أيضا خطرة استعجل فيها شوي ديل بيرو، وإيساندرو ديل بيرو مثل هذه الكرات أيضا يفضلها، وكرة جول جول ألبرتي اتغير اتجاهها في اتغير وتضرب الكرة في الداير وتروح في التسعين، وبالتأكيد لأن تفاريل تحرك مع الكرة، وخب الإيطالي الثاني في المباراة. هذه النتيجة ستضاعف لا شك من صعوبة مهمة البرازيليين، وستعطي في الوقت إنجلترا بهدفين للا شيء، حتى الآن متقدم ومتألق أيضا المنتخب الإيطالي، وهذه محاولة عن طريق رونالدو مع روبرتو كارلوس دي نيلسون، روبرتو كارلوس جول جول لروبرتو كارلوس، وشوف من ضربة ركنية نفذها هو نفسه، وعلى قدم ايضا تهيئت من دينيلسون، والمره هذه تصطدم بقدم اللاعب الايطالي اللي هو لومبارد، كان قاصد ابدا، وايضا الداير ما كان قاصد، وخطا لمنتخب ايطاليا عاليه، كره روبرتو كارلوس، الكابتن دونجا محاوله تسديد قويه، هي قويه، وفي هذه اللحظة أحبائي الكرام حكم المباراة يطلق صافرته ويعلن نهاية شوط المباراة الأول. كنا قد تركنا الشوط الأول من هذه المباراة ينتهي بتقدم منتخب إيطاليا بهدفين لهدف واحد. المنتخب الإيطالي مع بداية الشوط الثاني من المباراة أجرى تغيير، واللاعب اللي دخل إلى أرض الملعب هو فوزير لاعب لازيو الإيطالي، وأعتقد أن اللاعب اللي ترك أرض الملعب هو اللاعب الإيطالي دينو باجيو، واللي كان قد تعرض لإصابة في أواخر أحداث الشوط الأول من هذه المباراة. مباراة كأس العالم عام 82 عموما نتابع هذه المحاولة عن طريق دينيلسون، وشوف شوف حارس المرمى باليوكا اللي أنقذ قذيفة للاعب دينيلسون، راح اشوفها عموما مره ثانيه، الكره الخطره اللي قبل شوي ابعدها وتالق فيها، هذه محاوله اخرى ايضا ولكن مرت بسلام المره هذه من روبرتو كارلوس. في كل مكان هذه البطوله تنقل للعديد من الدول، عموما محاوله برازيليه خطره جول حرام، هذه بالفعل شكلها انها رايحه في راح تكون خطره، ديل بيرو خطرة ولكن عالية 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 من خليفة روبرتو باجيو في الملاعب الإيطالية البرازيليين. بالمناسبة أنا تراني ماني يعني ما أشجع البرازيل، ولكن بالفعل الشيء اللي ينقال ركلة جزاء لإيطاليا، ركلة جزاء تبدو بالفعل غامضة جدا للمنتخب الإيطالي، وحكم المباراة فوت الأولى ولكن الثانية شوف هذه الأولى أوضح، الأولى أوضح كانت، الأولى كانت أوضح بالفعل، وإنزاغي بديل مالديني ينجح في أنه يحتسب ويصنع لمنتخب إيطاليا ركلة جزاء من اللاعب مورو سيلفا. عموما ديل بيرو راح يسدد وممكن يسجل هدفه الثاني في مرمى البرازيل، كرة جول وإليساندرو ديل بيرو مرمى البرازيل من ركلة جزاء
بقدم اللاعب الإيطالي المتألق أليساندرو ديل بيرو في مرمى تافاريل. شوف بكل ثقة ويسجل هدفين في مرمى البرازيل، وأن يسجل لاعب هدفين في مرمى أبطال العالم في مرمى ملوك كرة القدم فهذه والله إنجاز. يسجل في وروبرتو كارلوس يتقدم ويسدد كرة قوية، صاحي لها باليوكا. في لاعب برازيلي دخل إلى أرض الملعب وهو كون فاليج اللي عنده الكرة الآن، وهذه محاولة، الله أيضا فلافو كون فاليج البديل في هذه البطولة. أن رونالدو ما بين في المباراة الأولى أمام فرنسا، وأيضا اليوم ما بين أبدا، والتألق كله في البطولة حتى الآن في المنتخب البرازيلي للاعب اللي عنده الكرة الآن روبرتو كارلوس. محاولة خطرة رونالدو، جول أخيرا يظهر رونالدو، والنتيجة إلى 5 أهداف في المجموعة العام. شوف ملعوبة بشكل حلو وفيها أيضا مجهود حلو جدا من رونالدو واللي سجلها على يمين. شوف الكرة من روبرتو كارلوس، شوف المجهود الحلو هني عن طريق رونالدو، تخلص من كوستا كورتا وأرسلها على يمين حارس المرمى باليوكا وسجل منها رونالدو. ركنية للمنتخب البرازيلي عن طريق ليوناردو، هي بالفعل عالية عن طريق ليوناردو، يبعدها بقبضة يده حارس المرمى باليوكا، وهذا روبرتو كارلوس. دينيلسون حاول خطر، هذا رجل الشوط الثاني بلا جدال، رجل الشوط الثاني دينيلسون اللي احبه او اكرهه لا سمح الله، ولكن يعني فقط عموما محاولة خطرة جدا للمنتخب. روبرتو كارلوس، وفرصة ايضا التعادل للمنتخب البرازيلي. ان تعطى لافضل لاعب في هذه البطولة فروبرتو كارلوس هو اللاعب الذي يستحق هذا اللقب عن جدارة. ومحاولة ايطالية وخطرة ايضا، وتفاريلي حولها الى ضربة ركنية. امور اذا ليست الكفاءة في المقام الاول، وليست هي الموهبة من يحدد ارتفاع مستوى اللاعب وشهرته وانجازاته وبالتالي عقوده، ولكن ايضا هنالك امور اخرى. البيرو، وهذه خطرة ولا زالت وللامام، حطها، هذه هي خطورة المنتخب الإيطالي في الهجمة. لم تماما أن الأماني لا تتحقق بالسهولة التي يتصورها الكثيرون في عالم كرة القدم، ولكن لما لا نحلم. هاي كرة، جول روماريو، والمباراة المثيرة بالفعل، مباراة القرن، خلونا نقول عنها مباراة القرن، البرازيل إيطاليا وروماريو، وهدف التعادل للبرازيل في المباراة اللي بالفعل راح تبقى في الذاكرة فترة طويلة جدا. شوف روماريو وهدف التعادل، و6 أهداف في المباراة، وتعادل مثير جدا ما بين السحر البرازيليين واللازوري الإيطالي هنا في ليون، 3-3 في مباراة بالفعل مباراة تستحق أن هي توصف بمباراة القرن. 6 أهداف ما بين البرازيل وإيطاليا، ومباراة مثالية جدا وبالأسطورة بيليه. هذا روماريو، وروماريو يرسلها هنا جهة ليوناردو اللي ما بين أبدا في هذه البطولة حتى الآن. للأمام كرة، هذه الداير كان بالإمكان أنه ينهي فيها المباراة. المباراة ككل فيها 6 أهداف وفي 2:10 وحكم المباراة يطلق صافرته ويعلن رسميا عن فوز إنجلترا ببطولة فرنسا الرباعية دون أن تكون في حاجة لنتيجة مباراتها الأخيرة أمام المنتخب البرازيلي بعد غد بحول الله. البرازيليين عن طريق روماريو.